على اي حال نروح لموضوع تاني وهو الاكاديميه الوطنيه للتدريب اللي بدات امبارح اول ايام المقابلات الشخصيه لقبول الدفعه الاولى من برنامج المراه تقود للتنفيذيات. البرنامج ده هيستمر لمده 3 ايام. صحيح، بيشارك فيه لجان المقابلات عدد من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامه، ده بالاضافه لاعضاء مجلس امناء الاكاديميه. خلينا نتابع كل التفاصيل في هذا التقرير. في ضوء اهتمام الأكاديمية الوطنية للتدريب بتأهيل المرأة المصرية وإعدادها، بدأت الأكاديمية في إجراء المقابلات الشخصية لاختيار الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود تنفيذياً، واللي بتستمر المقابلات دي لمدة 3 أيام لأكثر من 360 متقدمة، وبيشارك في لجان الاختيار عدد من الوزراء والخبراء بالإضافة لمجلس أمناء الأكاديمية. هو البرنامج بيندرج تحت مدرسة القيادة للمرأة، ودي أحدث مدرسة القيادة اللي أطلقتها الأكاديمية سنة 2023، وبصفة أصيلة بتستهدف المرأة المصرية سواء داخل مصر أو خارج مصر، لأن في برنامج المصريات في الخارج وده اتخرج منه دفعتين، والحقيقة الدفعتين موجودين في زيارة لمصر خلال الأسبوع ده. وتحت المدرسة في برنامج المرأة في المحل تقود في المحليات، وده برنامج على قدر من الأهمية بالنسبة لنا، لأن يعني مش عايزة أكون متحيزة، بس دايما المرأة هي الرقم الصحيح في معادلة التشجيع والتغيير وخاصة في المحليات. مهم إن المرأة تحس إن إحنا بندعمها، بس إحنا بندعمها عشان نأهلها عشان نقدر نمكنها. لو هي مش هتمشي الخطوة بتاعت إنها تقدم عشان تتأهل عشان تحارب عشان توصل عشان تقدر إن هي تثقل مهاراتها، هيبقى صعب إن هي تتمكن. هيتم تمكينها ولكن مش هيكون لها فاعلية في المنصب اللي هي فيه. يمكن كمان أهمية هذا البرنامج النهاردة في إن إحنا بنتكلم على زيادة عدد التنفيذيات الموجودة على الأرض اللي بتنفذ مشروعاتنا القومية. مش هنشوف هذا التأثير السنة دي. المتقدمات للبرنامج التدريبي الجديد، التنفيذيات اللي بتقدمه الأكاديمية الوطنية للتدريب على مستوى عالي جدا من التخصص في المجالات المختلفة، وده بيدي الفرصة لاختيار أحسن العناصر علشان يحصلوا على شهادة التنفيذيات للدورة اللي بتقدمها الأكاديمية الخاصة بالتدريب في مجال التدريب للمرأة العاملة. برنامج متميز جدا، لأنه الهدف الأساسي منه أنه هو يعد المرأة يعني أنها تتولى مناصب قيادية، لأن هي تبقى عندها قدرة على أن هي تبقى متمكنة في المكان العمل بتاعها، أن يبقى عندها قدرة على أنها تطور من القدرات بتاعتها، أن يبقى عندها القدرة أيضا على أن هي تقاوم الثقافة الذكورية والثقافة الأبوية اللي منتشرة في كثير من المؤسسات، لأنه المجتمع بتاعنا فيه ثقافة أبوية جامدة جدا وفي ثقافة ذكورية، فاللي بيحصل أن احنا بننقلها داخل المؤسسات أحيانا، فإحنا نفسنا يبقى فيه إدارة قائمة على المساواة، المرأة تاخد حقوقها مش في أي شكل من أشكال التمييز بين الرجل والمرأة في تولي مناصب القيادة. أنا اشتركت في عدد من الانترفيوز والاختبارات، كانت كويسة جدا الحقيقة، البروسيس ممتاز، الأسئلة اللي متحضرة، الطريقة اللي بيتم بيها الإيفالويشن أو إن احنا بنبص على الكاركتر بتاع الناس المتقدمة، الستات اللي متقدمة والفتيات اللي متقدمين، كله كان كويس قوي الحقيقة. التحضير كان كويس، تحضير لنا يعني فهمنا احنا عايزين نختار ايه، وعلى هذا الاساس بقينا نوضب الاسئلة عشان عنا احنا عايزين ايه في المتقدم. في الأكاديمية الوطنية للتدريب فيها أفضل برنامج لإعداد القادة في مصر أو ما كانش في العالم العربي، وكمان ان هو المرأة تقود تنفيذيات تحديدا برعاية السيد الرئيس. طبعا احنا بنشكره ان هو وفر لنا برنامج زي ده لدعم المرأة في مصر.
أنا تقدمت للبرنامج عشان عايزة أزيد خبرتي في الحياة السياسية وفي الحياة العلمية في نفس الوقت أو العملية. كمهندسة في قطاع البترول حابة أشوف مصر من حتة أعلى شوية، إزاي الوزارات بتتصرف، إزاي الوزارات بتدريبات المختلفة بالنسبة لها، إيه الفيجن بتاعت مصر من فيجن الوزارات المختلفة. فده أكيد هيفيدني وهيعود عليا في شغلي كمهندسة في قطاع البترول، وفي نفس الوقت هقدر أفيد إن شاء الله بالخبرة العلمية الأوريدي اللي معايا. الأكاديمي هنا مختلفة متطورة جدا، حصل على دعم الدولة الكامل، فده مش هلاقيه في أي أكاديمي تانية ولا أي كورس عادي برا. هيفتح لي فرص وأفاق يمكن أنا ما أقدرش يعني أوصل لها بالريتم العادي أو بالتدريبات العادية، فهي فرصة هايلة لأي بنت عايزة تعمل حاجة في حياتها إيجابية، توصل لحاجة تبقى مستقبل، جزء من مستقبل البلد ده، تبقى في منصب قيادي.